وهبدا كده بسؤالي عن الكره النسائيه. وهو احنا ليه الكره النسائيه عندنا رغم ان احنا عندنا كفاءات احنا مش زي اوروبا؟ ايه السبب؟ طبعا فرق كبير جدا، اختلاف الثقافات طبعا دي حاجه في البدايه، لكن احنا دلوقتي ماشيين راجعين بقوه في كره القدم النسائيه في مصر. دلوقتي بقى لنا 4 سنين ما بنشاركش في مشاركات افريقيه او دوليه، لكن دلوقتي في تجمعات لمنتخبات مصر 3، في تحت 20 سنه، في ناشئين، في المنتخب المصري الاول بقياده الكابتن محمد كمال حدث ولا حرج في الكره النسائيه، مدير فني وادي دجله 11 سنه عامل انجازات كبيره جدا. دلوقتي المنتخب متجمع عامل عشان في عندنا بطوله الشهر القادم، بطوله عربيه في مصر للمنتخبات الاولى، في 12 فريق منتخب هيبقوا موجودين في مصر، ودي حاجه طبعا هتبقى حاجه كويسه، عوده منتخب مصر للكره النسائيه. دي اول مره تقام البطوله دي يا كابتن؟ لا هي بتقام قبل كده، لكن هي تنظم المره دي في مصر، ومصر هتبقى فتره اعداد كويسه جدا، لان احنا عندنا مباراه مع تونس اياب وذهاب هيبقى موجود في مصر، هنلعب مره في تونس ومره في مصر، ودي تبقى اعداد قوي لمنتخب مصر ان شاء الله، وعوده حميده للكره النسائيه في مصر. طيب كويس جدا. الفرق في تدريب او في تجهيز او في تاهيل، سميها زي ما تسميها كابتن وليد، ايه الفرق بين حارس المرمى وحارسه المرمى؟ هل لازم يكون في كل حد فيهم مواصفات معينه بتختلف من الرجل عن المراه؟ وهل كمان في تدريبهم في فروقات؟ طبعا فروق كتير جدا. اول حاجه الثقافه نفسها بتاع البنت والولد. الولد بيتفرج على مباريات، بيروح استادات، بيشوف لعبه معينه، موهوب عنده موهبه بيحاول ينميها بيطورها، في اماكن كتير جدا ان هو يلعب فيها، مثلا يروح مراكز شباب، بيروح نادي، بيشترك في اكاديميات. البنت دلوقتي بقى عندها نفس الثقافه، بقى بتتفرج، بقى بتشوف. دلوقتي بقى عندنا في لاعبات محترفات مصريات للاسف الاعلام مش مسلط الضوء عليهم. في عندنا لاعبه ساره عصام في ستوك سيتي الانجليزي، في موجود عندها مهدي مرداش حارس مرمى في طرابزون التركي. طبعا كان عندنا محترفات كتير جدا الفتره الاخيره. ساره بتهيالي كانت ضيفه معانا قبل كده، كانت موجوده ضيفه في قناه الاهلي. كانت معانا. وطبعا النادي الاهلي طبعا معودنا قناه النادي الاهلي انها دايما في واقع الحدث والحاجات دي كلها، وان شاء الله يكون في تغطيه اعلاميه من قناه النادي الاهلي للبطوله العربيه في مصر. لكن الفروق الفرديه بتفرق في التمرين والتدريب والتطوير. دايما البنات بتبقى الاول بتتكلم معاهم نظري اكتر ما بتتكلم معاهم عملي، لازم يتكلم معاهم، لازم نعمل ايه في التدريب، لازم نعمل كذا، فبتاخد معاهم وقت كبير جدا شاق عن الولاد، انك تعرفهم مثلا قانون اللعبه، اللعب بيتلعب ازاي، الكلام ده كله. لكن دلوقتي في ثقافات كتير جدا من البنات، لان طبعا دلوقتي البنات كتير جدا عندنا مختلفين بالنسبه للانديه، في انديه بتنافس على البطوله، في انديه في وسط الجدول برده، وده الحاجات اللي الناس مش متابعاها، ان السنه دي كان في نهائي كاس مصر ما بين الجونه وما بين الاميريه، وكان حاجه عظيمه جدا، وكان نهائي مشرف بين الفريقين. لعبنا بمستوى الوطن السنه دي، اول سنه مستوى الوطن يشترك وصعد بالفريق من الدرجه الثانيه للدوري الممتاز، ولعب سيمي فاينل في كاس مصر مع نادي الجونه واتهزم 2-1، بس كانت مباراه كويسه جدا. نادي وادي دجله السنه دي، وطبعا دي حاجه حصلت قناه النادي الاهلي ان يكون عارفها الناس تعرفها عن طريق قناه النادي الاهلي، في دوري ابطال افريقيا اول سنه هيتلعب السنه دي، هيكون موجود في مصر، وهيكون دوره مجمعه غير بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بتلعب بتاع النادي الاهلي اللي بيسافر ذهاب واياب برضه، لكن هي هتبقى دوره مجمعه في اسكندريه. ووادي دجله اول مره هيشارك، وفي عندنا نجمات كتيره جدا بيلعبوا في وادي دجله كحراسات مرمى وممثلين لمنتخب مصر زي فرح سمير في حراسه المرمى، ودي حاجه يعني طبعا بنات الناس هتشوفها وهتشوف المباريات بتاعتهم وتطوير ادائهم والابداع اللي هم عملوه في منتخب مصر. حلو جدا. يعني نقدر نفهم من حضرتك ان الثقافه نفسها اتغيرت للاهالي، طبعاً لان طبعاً البدايه لازم تكون بصراحه عند الاهالي، لان هم اللي هيشجعوا بناتهم ان هم يروحوا ويمارسوا رياضه كره قدم. للبعض بيشوف انها حكر على يعني لا الرجال، لا لا. وده امر غير طبيعي يعني، ولا حقيقي ولا ليه اي علاقه بالصحه. لو الناس بتتابع هتلاقي اولياء الامور نفسهم بيروحوا مع البنات التمارين وبيتفرجوا على الحاجات دي كلها وبيشجعوا البنات. حلو قوي. وفي تشجيع كبير جدا من المدربين، في مدربين كتير جدا بتشارك في منظومه الكره النسائيه، مش ماديا، الماديات قليله، لكن هو عايز يعمل كارير ويعمل حاجه لنفسه مع اللاعبات، واللاعبات بصراحه مساعدين المدربين في حاجه زي كده. تعرف ان انا كنت بلعب والله نادي الطيران. ده فريق عظيم جدا. بس زمان نادي الطيران فريق عظيم جدا، كابتن فايزه حيدر، الكابتن ميرنا ميسي، نوره محمد، في اسماء كبير جدا، بس هو في كوادر فعلا. بالظبط بالظبط.